أول طيار كويتي لطائرة ركاب هو الطيار جاسم المرزوق الذي انضم إلى الخطوط الجوية الكويتية بعد تخرجه من دورة بالطيران المدني من بريطانيا عام 1957 ميلادية. ويشار هنا إلى أن أول رئيس مجلس إدارة للخطوط الجوية الكويتية كان خالد الزيد الخالد، والذي انتخب بعد تأسيس الشركة، وذلك في 3 سبتمبر من عام 1954 ميلادية. وفي التاريخ ذاته تم اختيار عبد الرحمن المشري كأول مدير عام لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والتي كانت تسمى سابقا شركة الخطوط الجوية الوطنية.